حياكم الله مشاهدينا من جديد ومكملين معاكم تغطيتنا لهذه المناسبة، لكن قبل ما نستأنف باقي فقراتنا خلونا نستعرض معاكم أبرز الفعاليات اللي راح تقام في المملكة بمناسبة هذا اليوم. طبعا لدينا مثلا مسيرة البداية، وهي عبارة عن أكبر استعراض حي يحكي قصة التأسيس، والذي من المفترض أن يقام اليوم في مدينة الرياض في حي نمر. وهناك بعد فعالية المجلس، واللي من المفترض أنه تتضمن مجموعة فريدة من ورش العمل التفاعلية، وبجانب الحوارات والنقاشات المثمرة اللي توثق الجوانب الثقافية المرتبطة بمرحلة الدولة السعودية الأولى. كمان لا ننسى أوبريت التأسيس، والذي سيقام على مسرح محمد عبده يوم غد، ويستعرض لحظات وقصص خالدة ارتبطت بيوم التأسيس والثلاث قرون الماضية، تم توظيفها في قالب مسرحي غنائي. وعندنا بعد فعالية نجناج، واللي تاخذنا معها إلى جلبة الأسواق الشعبية وأصالتنا يوم بدينا، وراح تقام في مختلف مدن ومناطق المملكة، واللي تضم الفعالية استعراضا للملبوسات والأزياء التقليدية السعودية إلى جانب معرض فني وندوات ثقافية تاريخية وآخر مختص بالقهوة السعودية وعروض الألعاب النارية. وأخيرا وليس آخرا، يمكن مع واحدة من أكثر مظاهر الاحتفال اللي ينتظرها الكثير في كل مناسبة سعيدة في المملكة، وهو عرض الضوء الذي يضم معه لوحات فنية في سماء الرياض بمزيج مميز بين الألعاب النارية وطيارات الدرونز. خلونا الآن ممكن هنطلع في اتصال مباشر من زميلنا مبارك الكويكبي عبر سكايب. مبارك مساء الخير. مساء النور والسرور، حياكم الله مشاهدين عبر قناة روتانا خليجية. صراحة نحسدك يا مبارك أنك موجود الآن على أرض الواقع وقاعد تشاهد الفعاليات. تقدر تقول لي أنت وين بالضبط وإيش الفعالية اللي أنت موجود فيها الآن؟ أنا حاليا متواجد في المتحف الوطني في الرياض في حي المربع، بالتحديد في فعالية المجلس. كيف الأجواء اللي تشوفها عندك مبارك؟ كيف حماس الناس؟ كيف الفعاليات؟ أعطيني الأجواء. للأمانة الفعالية ابتدت تفتح الساعة 4 مساء، والحضور ما شاء الله بدأ يتوافد للفعالية هذه. طبعا فعالية المجلس هي الفعالية اللي تضم معاني كثيرة وثقافية أيضا ومتنوعة تخص الدولة السعودية الأولى. مبارك، أنا شايفة ما شاء الله أنت ظاهر أمامنا على الكاميرا بالزي التراثي الجميل، كلمني عن الناس اللي موجودة معك في الموقع اللي أنت فيه، هل هم كمان نشهد ناس لابسة الأزياء يعني متفننين في هذا المجال أم حاضرين بشكل طبيعي؟ طبعا في موقع وزارة الثقافة بالتحديد ذكر أنه يوصى باللبس التراثي، الجمهور اللي يجي هنا أو الزوار اللي يجون المعرض يلبسون زي التراثي. في اكثر من شكل، في اطفال، في نساء، في رجال ايضا، كلهم لابسين زي التراثي ومن كل منطقه المملكه العربيه السعوديه. كيف تشوف الترتيبات؟ والله للامانه الاجراءات الاحترازيه كامله هنا مشددين فيها، تقريبا كلها قاعد تطبق. ايضا الزوار يدخلون يتاكدون من توكلنا قبل دخولهم، والتذاكر موجودة في الموقع، يقدرون يدخلون يحجزون تذكرة ويجون على طول. مبارك يعطيك العافية وشكرا لك، أكيد في مراسلين كثير راح نتابع معاهم ونشوف كل شيء على الهواء مباشرة. خلونا نطلع للتقرير. طبعا عملت إدارة الملك عبد العزيز على جمع المحتوى او كل المحتوى الخاص بتأسيس الدولة السعودية الأولى، الإمام محمد بن سعود ودوره في هذا التأسيس، الجذور وأهميتها في هذا الجانب. تم جمع هذا المحتوى وعمل إصدار خاص حتى يفهم المتلقي ما هو يوم التأسيس وما هي هذه المناسبة العظيمة التي أعلن عنها مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز من خلال الأمر الملكي
في نهاية شهر يناير الماضي هذا الكتاب مفسر لهذه المناسبة. طبعا الكتاب تم جمع مادة علمية تستهدف الجمهور العام، كل من أراد أن يقرأ عن يوم التأسيس سيجد مادة علمية تخدمه ومادة علمية سهلة واضحة ميسرة، كذلك رسومات وشروحات وانفوجرافيكس كلها تخدم قضية أن تكون المعلومة الخاصة بيوم التأسيس مفهومة وواضحة للجميع. طبعا هناك بعض الصور التي أو الخرائط أو الانفوجرافيكس التي أنتجت من قبل فريق عمل إدارة الملك عبد العزيز، بعض الصور تم أخذ الموافقة على نشرها من خلال هذا الكتاب. طبعا الكتاب يحتوي على عدد من العناصر التي تفسر وتبين ما هي هذه المناسبة. أول عنصر وأهم عنصر هو الأمر الملكي وما هي أبرز الدلالات الموجودة فيه. بعد ذلك ما هو يوم التأسيس وما الفرق بينه وبين اليوم الوطني. بعد ذلك نتحدث عن جذور التأسيس منذ قدوم عبيد بن ثعلبة حتى تأسيس الدولة على يد الإمام محمد بن سعود. كل هذه المرحلة تم استقصاؤها والحديث عنها بشكل ميسر ومختصر حتى يفهمها المتلقي. أرض التأسيس تحدثنا عن وادي حنيفة وما هي أبرز مقومات الاستقرار في هذا الوادي. كذلك أتينا للحديث وركزنا الحديث عن الإمام محمد بن سعود ودوره في تأسيس الدولة وأبرز إنجازاته وأبرز صفاته ومواقفه الشهيرة. فيعني تم تخصيص جزء مهم من الكتاب للحديث عن هذا الإمام العظيم المؤسس الذي أسس هذه الدولة عام 1139 هجري. بعد ذلك أتينا إلى للحديث عن مجتمع التأسيس، المجتمع خلال تلك الفترة وما هي أبرز عناصر ومقومات المجتمع خلال تلك الفترة. ثم أخيرا تم الحديث عن بعض العناصر الثقافية المرتبطة بيوم التأسيس مثل العوجة أو نخوة العوجة وكيف ارتباطها بالدرعية مثلا، أبرز الفنون التي ارتبطت ويعني أبرز العناصر الثقافية التي ارتبطت بمدينة الدرعية. فباختصار هذا يعني أبرز العناصر التي تطرق لها هذا الكتاب. طبعا لا أنسى أن أتحدث عن أو أركز على نقطة مهمة وهي أبرز المقولات، مقولة ملوك المملكة العربية السعودية عن يوم التأسيس تم جمعها ورصدها ونشرها في هذا الكتاب. طبعا كتاب يوم التأسيس مرجع أساسي لأنه خرج من المنظمة أو المؤسسة التي تعد ذاكرة الوطن، ذاكرة المملكة العربية السعودية، وهي المرجعية في مثل هذه الأمور. طبعا الكتاب سيكون موجود ومتوفر في وسائل التواصل الاجتماعي بنسخ رقمية، سوف يتم طباعته ونشره بشكل ورقي خلال يوم التأسيس بإذن الله. مشاهدينا ما زلنا مستمرين معكم في تغطية خاصة بمناسبة يوم التأسيس، هنكمل معكم ولكن ننتقل إلى زميلنا شاهين عشان نشوف مع بعض قصة التأسيس الجزء الأول. ملحمة تعود خيوط حكايتها نحو موقع أعرق الحضارات في شبه الجزيرة العربية، أرض تقع بين الماضي والحاضر والمستقبل في قلب قارات العالم الثلاث، في نجد انطلقت جذورها وفي حضرة المجد سارت دروبها. عقارب الزمن تشير إلى القرن الخامس الميلادي
ها هي قوافل بنو حنيفة تسير في مواكب القدر واتجاهات النجوم والأثر صوب اليمامة مضوا وفي مدينة مهجورة وضعوا أقدامهم عبيد بن ثعلبة وعشيرته اتخذوا حجر سكنا بعد أن احتجروها وبنوها هي الرياض من المستقبل. ملحمة تجسد نشأة وطن وتكوين أمة لا مثيل لها. ها هم أفراد بني حنيفة يقومون بتأسيس عدد من الأماكن بعد التمكن والتمكين للاستقرار على ضفاف وادي حنيفة، وأصبحت اليمامة إقليما يحكمونه بكامله في صدى ذاكرة تستذكر باستمرار. خلال العصر الإسلامي انتقلت العاصمة إلى خارج الجزيرة العربية، ولأكثر من 1000 عام ظلت اليمامة طي النسيان أكثر أزمانها. سيطرت الدولة الأخيضرية على المكان فانتهجوا سياسة قاسية، وتزامن مع ذلك قحط أصاب تلك الأرض ليهجرها أهلها حتى سقوطهم. عاد بنو حنيفة وأعادوا تأسيس دولتهم من جديد، وللقصة مجد يروى. مشاهدين أكيد مكملين معاكم هذه التغطية الخاصة بيوم التأسيس، تأسيس الدولة السعودية. في هذه اللحظة شرفنا هنا في الاستوديو الدكتور التاريخي السعودي ضيف الله بن رازن. أهلا وسهلا فيك دكتور ضيف الله. أهلا وسهلا وحياكم الله جميعا. دكتور، ليه تتكلمنا عن يوم التأسيس؟ وش ودك أنت تقول في هذا اليوم؟ للحديث عن يوم التأسيس، طبعا يوم التأسيس هو يوم انطلاق ويوم إشعاع لهذا البلد العظيم الدولة السعودية والمملكة العربية السعودية. طبعا الإنسان السعودي له عمق تاريخي بهذه الأرض المباركة. طبعا هذه الأرض المباركة أرض حضارات ومهد حضارات، وأيضا أرض رسالات نبوية. طبعا فيها العصر النبوي الشريف، وبعد ذلك الخلفاء الراشدين، بعد ذلك فترة من الزمن كان هناك فراغ حتى ظهرت قبيلة بني حنيفة في نجد، ثم بعد ذلك بفترة طبعا كان هناك الدولة الإخيضرية في القرن أو منتصف القرن الثالث الهجري. في طبعا عام 850 للهجرة قدم مانع المريدي. طبعا مانع المريدي هو جد الأسرة الحاكمة السعودية، قدم من شرق الجزيرة العربية وسكن في الدرعية في حيي المليبيد وصيبة. طبعا تسلسلت هذه الأسرة في أبنائها حتى جاء الإمام محمد بن سعود رحمه الله، وبدأ بتأسيس الدولة السعودية الأولى. طبعا الدولة السعودية الأولى يعتبر هذا التاريخ اللي هو 139 للهجرة في منتصف العام بداية هذا الانطلاق وبداية يعني وجود هذه الدولة المباركة وتأسيسها. طبعا محمد بن سعود رحمه الله كانت فترة حكمه من عام 1139 حتى وفاته رحمه الله عام 1179. الإمام محمد بن سعود رحمه الله ولد في عام 1090 للهجرة. طبعا عاصر في فترة شبابه يعني البيئة، في بيئة آبائه وأجداده، وكان له مساهمات وجهود في هذه البيئة. طبعا من صفاته رحمه الله عرف عنها التدين وحب الخير. أيضا كان حريصا على استقرار البلدات النجدية. نضرب مثالا على ذلك أنه بعدما تولى إمارة الدرعية كان هناك أمراء في بعض البلدات النجدية، وكان الإمام محمد بن سعود رحمه الله حريص على استقرار البلدات النجدية. فمثالا على ذلك كان إدهام بن دواس أمير الرياض في تلك الفترة حصل زعزعة في إمارته، فأرسل أخيه مشلب بن دواس إلى الإمام محمد بن سعود
الإمام محمد بن سعود رحمه الله أرسل أخيه مشاري إلى دهام الدواس لتثبيته، وهذا دليل على رؤيته وحبه للاستقرار في المناطق المجاورة. وهذا أيضا طبعا كانت هناك جهود أخرى ووجود بيئة مهيئة لتلك الدولة، فكانت بداية انطلاق لهذه الدولة المباركة. طيب دكتور، خلينا بما أننا جبنا كذا طاري الدولة السعودية الأولى والأمير محمد بن سعود، خلينا نتحدث عن الدرعية. كيف أنه تم بنائها بعد ما كانت يعني شبه يعني منطقة تشهد كثير من عدم الاستقرار، بعض النزاعات وما شابه من هذه، كيف تحولت إلى الدرعية العاصمة وقتها؟ بالنسبة لمدينة الدرعية كانت بلدة أو إمارة شبيهة لبعض الإمارات في ذلك العصر، لكن تختلف عن الإمارات أو البلدات النجدية الأخرى. طبعا يعني وجود الإمام محمد بن سعود هيئ للدرعية انطلاقة جديدة ووحدة واستقرار جديد. طبعا الأوضاع السابقة لقبل الإمام للعهد ما قبل والفترة ما قبل الإمام محمد بن سعود أو الأوضاع العامة في نجد بشكل عام، طبعا من المعلوم أنها كانت يعني هناك إمارات وبلدات نجدية تكثر بينها المشاكل، ولم يكن هناك أي استقرار سياسي. بعد ذلك بفترة عند وجود هذا الإمام المبارك الإمام محمد بن سعود رحمه الله، كما ذكرنا كانت بداية خير وانطلاق وتوحيد لنجد في البداية، ثم بعد ذلك حتى تم توحيد الدولة السعودية الأولى. طبعا الدولة السعودية الأولى حكمها 4 حكام من الأسرة السعودية المباركة بعد وفاة الإمام محمد بن سعود، كان الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود، ثم خلفه ابنه الإمام سعود بن عبد العزيز. طبعا الإمام عبد العزيز كان فترة حكمه من 1179 إلى 1218، ثم سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود كانت فترة حكمه أيضا من 1218 حتى 1229 للهجرة. خلال هذه الفترة كانت هناك وجود لبعض الجيوش الغازية من خارج الجزيرة العربية. بعد ذلك كانت فترة حكم الإمام عبد الله بن محمد بن سعود، وهو يعتبر آخر حكام الدولة السعودية الأولى، كانت فترة حكمه من عام 1229 حتى نهاية الدرعية في عام 1233 للهجرة. طبعا من الجميل أن هذه الأسرة المباركة لم يلبث إلا أن يعود أحد أبنائها لاستعادة واستمرارية هذه الدولة المباركة، فظهر الإمام تركي بن عبد الله، وأيضا قام بإخراج بعض الحاميات التي كانت موجودة في الجزيرة العربية، وأعاد يعني في محاولة لتوحيد هذه الدولة المترامية الأطراف. ثم خلف ابنه أيضا فيصل بن تركي، وكذلك الإمام عبد الله بن فيصل بن تركي، ومن بعدهم الإمام عبد الرحمن بن فيصل بن تركي والد الملك عبد العزيز رحمه الله. الدولة السعودية الأولى انتهت الثانية عفوا في 1309، حصل فترة انقطاع بسيط، ثم قدم صقر الجزيرة الملك عبد العزيز رحمه الله في 5 شوال 1319 للهجرة، وقام باستعادة الرياض واسترداد هذه العاصمة، عاصمة الدولة السعودية. طبعا الملك عبد العزيز رحمه الله لا تخفى على الجميع جهوده وفي توحيد هذه المملكة المترامية الأطراف، فيعني من شمالها إلى جنوبها إلى شرقها إلى غربها فترة زمنية، وتم توحيد هذه الدولة واستعادة ملك الآباء والأجداد. ثم بعد ذلك في عام 1351 أطلق على هذه الدولة لقب المملكة العربية السعودية، وأطلق على الملك عبد العزيز لقب ملك المملكة العربية السعودية. طبعا الملك عبد العزيز في الفترة السابقة لعام 51 كان تلقب بألقاب منها أمير نجد أو سلطان نجد والحجاز، سلطان نجد والحجاز وملحقاتها، هذا أيضا انطبق على الإمام محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الأولى، فقد كان يطلق عليه في البداية أمير الدرعية، وبعد فترة من الزمن أطلق عليهم لقب إمام، واستمر ذلك في فترة لاحقة. لعلي أنهي حول ما يتعلق بالملك عبد العزيز رحمه الله، فبعد تسمية الدولة بهذا اللقب المملكة العربية السعودية نجد ولله الحمد أنه وافق ذلك ظهور النفط في هذه البلدة العظيمة المملكة العربية السعودية. طبعا ظهور النفط كان ميزة وخير لهذا البلد، فصرفت أموال ضخمة على التعليم وعلى الصحة وعلى النقل والمواصلات وجميع مجالات الحياة. ثم خلف الملك عبد العزيز رحمه الله أبناءه الملوك حكام المملكة العربية السعودية رحمهم الله حتى وقتنا الحاضر، عصر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وولي عهد الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظه الله. نشاهد الآن أيضا نقلة أخرى
وتطور حضاري قوي في جميع مجالات الحياة ولله الحمد، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على هذا البلد وعلى هذه الأسرة المباركة وعلى المواطنين بشكل عام. دكتور ضيف الله، يعني الفترة اللي كانت قبل الحقبة الماضية كيف كان وضع التجارة والاقتصاد؟ طبعا عند الحديث عن الاقتصاد في فترة ما قبل تأسيس الدرعية طبعا كان هناك الاقتصاد محدود جدا، كان يعتمد على بعض البلدات منها مثلا الأحساء، أيضا الدرعية، العيينة، بعض بلدان الوشم، بعض بلدان القصيم، كان يوجد محدود يعني فيها مجال اقتصادي لكن محدود. لكن في المرحلة اللاحقة وبعد قيام الدولة السعودية الأولى نجد الوضع اختلف، فبدأت تنهض يعني حدوث يعني تطور اقتصادي ملحوظ في الدولة السعودية الثانية ثم الأولى ثم الثانية ثم عصر الملك عبد العزيز رحمه الله بعد ذلك حتى وقتنا الحاضر، ونحن ننعم ولله الحمد الآن بمكانة عالمية. طيب أنا أودي دكتور أسألك عن الشواهد أو يعني بعض خلينا نقول الأشياء العينية اللي إحنا نشوفها من الحقبة الأولى، زي مثلا حي الدرعية أو مثلا حي الطريف موجودة تخلينا نعيش التاريخ، كلمني أكثر عن هذا الجزء. يبدو لي أن هناك شواهد مادية وغير مادية. الشواهد طبعا هناك حب لهذا الوطن، هناك يعني هوية للمواطن السعودي، هناك وفاء وإخلاص، وهناك قيم، طبعا هناك ولاء ممتد من للأسرة المالكة من الدولة السعودية الأولى والدولة السعودية الثانية وكذلك الدولة السعودية في المملكة العربية السعودية، هناك وفاء من المواطنين وحب لهذه الأسرة المباركة الحاكمة. بالنسبة للجانب الآخر وهو الجانب العمران، فالدولة السعودية الأولى كانت طبعا معروف أن عاصمتها كانت الدرعية، ثم انتقلت العاصمة بعد ذلك في الدولة السعودية الثانية تقريبا في عام 1240 للهجرة، استمرارا لذلك حتى وننعم ولله الحمد بتطور عمراني ضخم في عصر الحاضر، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. يعني وانت قاعد تتكلم قاعد اشوف انه عندنا عمق تاريخي لا قوة الا بالله، جيلنا واجيالنا كلها تفخر فيه. مين المسؤول او دور المؤسسات اللي مسؤولة عن هذا الشيء؟ طبعا نشاهد ولله الحمد في هذا العصر ان هناك وعي بالتاريخ، وعي بهذا الإرث العظيم للمملكة العربية السعودية وتاريخها العظيم، فنجد يعني أن وجود هذا الوعي وهذا الإرث الضخم وأيضا معرفة الأجيال بهذا التاريخ العظيم أنه شيء جميل، والأجمل المحافظة على ذلك الإرث. نجد ولله الحمد في العصر الحاضر هناك مؤسسات تقوم بخدمة التاريخ الوطني وتعنى به، من الأمثلة على ذلك دارة الملك عبد العزيز والقائمين عليها، أيضا هناك الجامعات السعودية والمهتمين أيضا في التاريخ. دكتور ضيف الله شكرا جزيلا، صراحة أغنيتنا بكثير من المعلومات التاريخية اللي ما زال كثير من المشاهدين يحتاج لمعرفتها أكيد. شكرا جزيلا لتواجدك معنا. شكرا جزيلا لكم، شكرا للمستمعين. شكرا مشاهدينا، تغطيتنا الخاصة بيوم التأسيس مكملة معاكم، ولكن خلينا نطلع مع بعض نشوف هذا الكليب ونرجع. Yeah.
أكيد مشاهدينا مستمرين معاكم في هذه التغطية، ولكن بعد الفاصل القصير. تتنوع أزياء المناطق داخل السعودية، فكل منطقة من مناطق المملكة العربية السعودية متميزة بزي خاص للرجال والنساء، كبقية مناطق الدولة السعودية الأولى. كانت للمنطقة الشرقية أزياءهم الخاصة بالرجال والنساء، فالرجال كانوا يرتدون الغترة والعقال، والذي تم استبدال عصابة الرأس به، وعرف العقال بأنواع مختلفة منها الشطفة والقصب والعقال الأسود البشت. أما النساء بالمنطقة الشرقية فكن يرتدين شيلة النشل. Thank you.